واقعا النادي اليوم يعاني من ظروف صعبة جدا. نادي ملعب كرة القدم اللي هو تابع لوزارة الشباب والرياضة، ملعب حقيقة يعني لا يصلح للعب، ملعب فقط احنا بجهودنا الذاتية، جهود أعضاء الهيئة الإدارية تحية طيبة لهم، مساعدة وزارة الشباب ببعض الأحيان، انه ممكن الأرضية شوية بعض انه تحسنت شوي، بس انه واقع الحال انت من تجي تدخل داخل الملعب يشوف الاندر جراوند يعني ملعب مأساوي بائس جدا جدا. هذه واحدة من النقاط المسجلة عليك من أهل المحافظة، يقول لك تصرف فلوس على لاعبين وانت ملعب ما عندك. صحيح، وأنا جوابي لهم أنا هذا الملعب مقدم عليه طلب رسمي لاستثماره، أنا مقدم طلب رسمي أن أستثمر هذا الملعب حتى أطوره. بزمن عدنان درجال قدمت الطلب، قدم بزمن الوزير السابق، قدم الطلب بزمن الوزير السابق، وقدم الطلب بزمن أبو حيدر عدنان درجال، تحية طيبة لحد الآن. يعني هذا إعلانك بقنوات فضائية، أنا سأعطي صوتي لعدنان درجال وأنا داعم، حتى شو تكسب ود الوزير ويعطيك المشروع؟ يعني بصراحة أنا لو هاي ما لها علاقة، أنا أقول لك لا، أنا رجل معروف عني صراحتي، بصراحة أنا ما محتاج الأخ عدنان درجال ولا محتاج أي شخصية حكومية بالعراق. حلو. أنا رجل أمثل نفسي والكل يعرفني خصوصا المحيطين بي، أنا رجل أملك أموال، عندي قابلية، عندي فكر، ومستعد أن أبني وأوفر وأحقق نجاحات.